روح لخبر مميز ومهم جدا عن قائد الفريق كابتن شيكابالا. كابتن شيكابالا اعلن منذ دقائق قليله انه جدد مع نادي الزمالك لمده موسمين. طبعا الراجل في هذا البيان قال: جمهورنا الزمالك العظيم، اداره النادي الموقره، استكمالا لمسيره عمرها اكثر من 30 عام بداتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، اتشرف بالتجديد لبيتي الاول والاخير، نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به اي عقود مكتوبه، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد ازلي بين ابن تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان اعشقه منذ الصغر. والشكر اقدم شكر لجمهور نادي الزمالك الداعم لي منذ بدايه مسيرتي والى الان، وشكر موصول لمجلس اداره نادي الزمالك على تجديد الثقه، واتمنى لهم التوفيق في اعاده نادينا الحبيب الى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخ نادي الزمالك العظيم. عاش الزمالك وجمهوره. ده كلام كابتن شيكابالا، وصور اللي شفناها حضراتكم وهتشوفوها تاني دلوقتي، صور بتجمع ما بين كابتن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، وكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وكابتن حسين السيد المشرف على كرة القدم. صورة تانية كمان معاه مدير الكرة الوحش الكابتن عبد الواحد السيد، اللي بيعمل دور مهم جدا جدا في نادي الزمالك في الفترات الأخيرة، يستاهل عليه كل الشكر والثناء والتحية كابتن عبد الواحد السيد. مبروك لشيكابالا تجديد الثقة، بيتك، وكلام كتير جدا، كلام كتب، نكتب كتب كده في شيكابالا. شيكابالا اللي بادئ مع نادي الزمالك من بدايات الألفية التالتة، تتكلم على لعيب عمل كل حاجة في الكورة، الناس كلها شايفة إنجازات شيكابالا، شايفة موهبة شيكابالا، في ناس بتتغاضى عن ان هم يشوفوا انجازات شيكابالا وبطولاته مع نادي الزمالك، ولكن مفيش حاجه ينفع تطمس التاريخ. تاريخ بيقول ان شيكابالا خد مع نادي الزمالك عدد من البطولات للدوري وبطوله افريقيا، قدر ياخد اخر بطوله مع نادي الزمالك في 2002 امام الرجاء المغربي، قدر ياخد كاس السوبر الافريقي، الكونفدراليه، قدر ياخد كل البطولات الممكنة مع نادي الزمالك. شيكابالا واحد من أساطير نادي الزمالك، واحد من اللعيبة اللي لن تتكرر في تاريخ نادي الزمالك. شيكا الموهبة ورجولة وكل حاجة تقدر تقولها في فنيات كرة القدم مرتبطة في ارتباط وثيق جدا بالكابتن شيكابالا، كابتن وقائد نادي الزمالك. مبروك لشيكابالا وجوده واستمراره مع ناديه، مبروك لنادي الزمالك تواجد ابن من ابنائه الاوفياء داخل جدرانه، واستكمال لهذه المهارات اللي مش هنشوف شبهها كتير في تاريخ الكرة المصريه. كابتن احمد، هو طبعا يعني انا بالنسبه لي خبر طبعا يعني هو مش جديد على شيكابالا، يعني شيكابالا يعني ما ينفعش يبقى موجود ونقعد نحاول نقلل من قيمته كلاعب كوره. هو بص اقول لك على حاجه، بالنسبه لي وبالنسبه لكتير جدا جدا، من اميز اللعيبه اللي شفتها بتلعب برجلها الشمال وبيعمل حاجات ما شاء الله. يعني انا شيكابالا الحقيقه، يعني أنا كنت متصور إنه ممكن لو احترف، وعلى فكرة في قصة لذيذة جدا، أنا كنت في الإمارات وكان في الدورة بتاعت نادي الوحدة دي بيعملوها للناشئين اللي لعب فيها الزمالك الفريق الأول الفترة اللي فاتت دي. دي كانت بتتعمل للناشئين، وساعتها كان في البطولة مواليد 84، يعني الدورة معمولة لبطولة مواليد 84 وكان ماسكهم الكابتن وحيد كامل الله يديله الصحة، وجم وانا بشتغل في نادي الوحده يعني. وجم وشيكابالا جه معاهم، هو مواليد 86، يعني شيكابالا اصغر من الاولاد بسنتين. في ماتش من الماتشات، الله يرحمه الشيخ سعيد بن زايد اللي هو كان رئيس نادي الوحده، بيتفرج على الماتش، فقال لي: يا كابتن اللعيب ده اسمر ده مزور.
فقلت له مزور ازاي؟ قال لي ايه الكره اللي بيلعبها دي؟ قلت له هو لعيب كره كويس. قال لي لا ده لعيب اكبر من الاولاد اللي بيلعبوا دول بكتير. قلت له ده ظهر منهم بسنتين كمان. راح باصص لي كده قال لي يا كابتن الموهبه دي ما كانش ساعتها مسموح انه يجيبوا لعيبه اجانب في اي سن يعني. قال لي الموهبه دي ما تلعبش في الوطن العربي. كويس؟ قال لي ده حاجه يعني يعني فعلا هو من بداياته كان واضح جدا انه حاجه جامده قوي. طبعا انا كنت اتمنى ان هو وطبعا يعني في نادي الزمالك ده يعني راجل من ضمن الناس اللي احنا بنحبهم ومحببيننا في كره القدم، بس انا كنت اتمنى له ان هو فعلا امكانياته الكواليتي بتاعه كلاعب كوره لو كان احترف كان هيبقى حاجه كبيره جدا على مستوى العالم. فطبعا انا سعيد جدا بوجوده، وبرضو اصل النادي من غير شيكابالا كده يبقى عمليه مش كويسه بجد والله. يعني تحس برضو ان هو في الرحيق بتاع اللعيبه الجامده قوي اللي موجوده. فانا يعني ده يعني متعه من ضمن متع كره القدم اللي دائما احنا بنبحث عنها. صحيح. مبروك لشيكابالا طبعا، مبروك لنادي الزمالك، مبروك مبروك لجماهير الزمالك، وان شاء الله تبقى فتحت خير. وسنتين برضو انا يعني بقول لك انا مش متصور ان شيكابالا ممكن يبطل يعني. ما هو في لعيبه كده يعني بالنسبه لك برضو الف مبروك.